نتناول كلام الله سبحانه وتعالى، وخاصة فيما ذكر فيه من أبواب متفرقة من التصنيفات وكتب علوم القرآن في أحكام القرآن. ولكن قبل ذلك شيخ الكريم، قبل أن نلج إلى موضوع أحكام القرآن، نريد أن ننهل من هذا المعين العذب كلام الله سبحانه وتعالى شيئا يجلو هذه النفوس التي قد تركن إلى الدنيا بمشاغلها والأحداث التي فيها، فنريد شيئا يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. شيخ الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا بعد نعمة الإسلام، هذه النعمة التي نرفل فيها نعمة القرآن، وربنا عز وجل امتن علينا بهذه النعمة وقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون هدى لنا ونبراسا في حياتنا، وكما قال ربنا تعالى عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فلا يمكن لبشر إذا أخذ بهذا القرآن أن يشقى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فهذا القرآن لا يكون معه نقص في العقل ولا نقص في العيش بحيث يسبب الكدر والشقاء، وإنما تكون السعادة تامة ويكون العقل كاملا وتكون الحياة على خير ما يريد الله ويحب، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة إنما تكون في ظل القرآن، لأن الحياة الإنسان هي حياة ظاهرة وباطنة، بمعنى أن هنالك جانب ظاهري في حاجة الإنسان إلى الأمور الحاجية والأساسية لعيشه عيشا كريما من ضرورة المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب والأمن وغير ذلك من المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الإنسان. فهذا جانب مما يحتاجه الإنسان في حياته وهو مهم، كما قال تبارك وتعالى: وامتن به فأطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الجانب الآخر وهو الجانب النفسي، الحياة يعني الجانب النفسي والأمن النفسي، ما يتعلق براحة الإنسان. فراحة البال لا تكون إلا في ما أمر الله تعالى به من القرآن والذكر الحميد، كما قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن صلاح البال مسألة مهمة في الحياة، أن يكون الإنسان مطمئنا، أن يكون الإنسان يعني في قرارة نفسه، يعني قد به من اليقين وبه من الصبر وبه من العلم بالله تبارك وتعالى، ما يجعله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث صهيب الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن الذي يؤمن بهذا الكتاب ويعمل به هو الصبار الشكور، الذي قال الله تعالى عنه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالصبار الشكور هو الذي ينال السعادة الحقيقية ظاهرا وباطنا. وبالتالي ما يقع عندنا أو لدينا أو في ساحتنا من النقص في معايشنا أو في أحوالنا، مرده في الأساس هو بعدنا عن هذا الكتاب العزيز. ووالله لو أن الناس أخذوا بهذا القرآن ولجأوا إليه لحل مشكلاتهم ووضعوه نصب أعينهم وجعلوه حكما فيما بينهم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو أن الناس أيقنوا بهذا الأمر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلو أن الناس فعلا وحقا أخذوا بهذا لتغيرت أحوالهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عدي بن حاتم الطائي وكان حديث عهد بإسلام، يعني لم يكن قد تمكن الإسلام منه، فرأى أحوال الناس في فقرهم وعوزهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فقير يحتاج وذاك يعني غدا يعني أغار عليه لص أو لصوص فأخذوا بعض ماله. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلى عدي رضي الله عنه وقال له: يا عدي، لو طالت بك مدة، أي طال بك العمر والحياة، لترين الضعينة تخرج من صنعاء، لترين الضعينة تخرج من بصرة إلى صنعاء أو من صنعاء إلى بصرة، أو لتخرجن الضعينة من بصرة إلى الكعبة تطوف بها لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، إلا الله والذئب. فقال عدي بن حاتم: يعني وأين دعار طيء؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن حاجة ليست هي في الأحلام، يعني كما هو يظن ذلك. يعني يقول إن هناك قطاع طرق، وأقرب قطاع الطرق هم قبيلته طيء التي هو منها عدي بن حاتم. فيقول: أين دعار طيء؟ يعني أي النهابين من قبيلة الطي هؤلاء كيف يتركون هذه الضعينة تخرج من بصرة من تخوم الشام حتى تصل إلى الكعبة أو إلى حضرموت؟ مسألة. يعني قال عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة أو مدة لترين الرجل يخرج ينادي على الصدقة لا يجد من يأخذها. إن يخرج الإنسان ينادي: ها أيها الناس، صدقة صدقة، لا يجد من يأخذ هذه الصدقة لأن الناس قد اغتنوا وقد اكتفوا. يقول عدي رضي الله تعالى عنه، الذي يعني عايش الحالتين، حالة الخوف والفزع التي كانت في أول الإسلام، ثم حالة الأمن الكامل الذي كان في عهد الخلفاء الراشدين، يقول: ولقد رأيت الضعينة تخرج من بصرة، يعني تخرج لا تخاف إلا الله والذئب، لا تخاف شيئا من اللصوص ولا من الناس، لا يعترض علي، لا يتعرض لها أحد، لا لص ولا غيره، للأمن الكامل الذي ساد بسبب ما كان من أمر الخلفاء الراشدين في الأخذ بالقرآن العظيم. ثم يقول عدي: ولئن طالت بي حياة لأرين الثاني، الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع في عهد عمر بن عبد العزيز حين كان يخرج الرجل فينادي على صدقته فلا يجد من يأخذها. فإذا هذا وعد الله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة كائن وحاصل. ولكن زمزم فينا، فمن يقنع الناس بجدوى زمزم، كما قال الشاعر، يعني نحن كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فلذلك يعني إن لم يعني يكن هنالك عودة صادقة إلى أخذ القرآن كما أمر الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني ما منا من أحد إلا سيسأل يوم القيامة عن هذا القرآن. عن القرآن شيخ الكريم؟ نعم، يسأل عن هذا القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك، يقول عليه الصلاة والسلام. حجة لك إذا كنت آخذا به وملتفتا إليه ورادا أمرك إليه، فهذه حجة لك يوم القيامة. ستقول: يا رب، أنا جاتني المشكلة الفلانية رجعتها للقرآن، وكانت عندي المشكلة الفلانية وكنت بالقرآن، سواء أصبت أو أخطأت. يعني قد يصيب الإنسان في هذا الرد وقد يخطئ، لكن الله تعالى يعني يحاسبه على نيته وقصده وعزمه ويقينه وإيمانه بوعد الله تبارك وتعالى في هذا الرد. وإذا قال يوم القيامة: يعني يا رب، جاءتني المشكلة الفلانية والمشاكل الجمة، فما رددتها إلى القرآن ولكن رددتها إلى فلان وعلان، وردتها إلى النظرية الفلانية والعلانية وغير ذلك، هذه مشكلة. اليوم المسلمين يعني حظهم من القرآن التبرك بكلماته وبقراءته، ويضعونه في بيوتهم أو يتحلقون حوله في أحيانا في المساجد، يعني ويقرؤونه، يظنون أنهم بذلك أدوا ما يريده الله تعالى منهم من القرآن. لا، القرآن هجره ليس مجرد هجر التلاوة،
من الهجر الذي ذكره العلماء وهو الهجر الرابع، هجر الاحتكام إليه، هجر الاحتكام إليه، أن نحتكم إلى هذا القرآن. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إذن الرؤية الإنسانية والبشرية لا يمكنها أن تكون رؤية راشدة إلا في الاستضاءة بنور القرآن. إذن هنالك رأي، نعم هناك استنباط لهذه الأحكام من الأدلة، هنالك نظر، هنالك تأمل في هذه الأحكام، ولكن الانطلاق من هذه الأحكام، ينطلق الناس من القرآن. إذا انطلق الناس من القرآن وفهم القرآن فهما صحيحا كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما لأن القرآن ما نزل وحده، نزل معه رسول، وهذا الرسول بينه ووضحه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكانت مهمة الرسول أن يشرح لنا هذا القرآن بسنته ومواقفه وطريقة الاستنباط منه. وكذلك جاء خلفاء الراشدون فعلمونا أيضا جانبا مهما في النوازل التي نزلت بهم في التعامل مع هذا القرآن العظيم. فإذا آيات الأحكام يعني هي جزء من رسالة القرآن التي وهي مصطلح متخصص يعني فقهي، يعني أراد العلماء بذلك النصوص التي تدل على الأحكام على الحكم الصريح نصا، أو على ما كان بالاستنباط والتلميح أيضا من جهة أخرى. نعم. لذلك يعني هو ليس فقط الآيات التي دلت نصا على الأحكام، وإنما يعني الآيات في دلالاتها على العقيدة، على الأخلاق والسلوك. نعم. على حتى الأقاصيص والمواعظ التي في القرآن الكريم التي قصها الله علينا وهي أفضل القصص، هذه فيها أحكام كثيرة. منها أحكام شيخ الكريم؟ طبعا تستنبط منها أحكام، حتى أعظمها الأحكام أحكام العقائد، التوحيد. فهذه القصص يعني محورها الأساس التوحيد، ولذلك يقول العلماء ثلاثة يعني ثلاثة لا يتطرق إليها النسخ، يعني لا تنسخ في الشريعة الإسلامية: التوحيد والآداب والأخبار. التوحيد والآداب والأخبار، فما ذكر الله تعالى من التوحيد من جهة المقصد أو من جهة الوسيلة فهذا لا يمكن أن يتطرق إليه النسخ. وكذلك ما يتعلق بالآداب والأحكام والأخلاق، فما كان أدبا أشاد الله تعالى به عند قصة يوسف أو في قصة أصحاب الأخدود أو غير ذلك من القصص التي فيها الإشادة بالأخلاق والآداب، فإنها أيضا لا تتبدل ولا تتغير. وما يتصل أيضا بالأخبار، ما أخبر الله به عن القيامة أو عن الجنة أو عن النار، أو ما أخبر الله تعالى به في الماضي أو في الحاضر أو المستقبل، هذه لا يمكن أن تتغير لأن التغير فيها كذب. فبالتالي هذه كلها تدخل في مسائل القصص والمواعظ أيضا. شيخ الكريم، في هذه الجزئية إذا أخذنا من باب في آيات الأحكام، قد كما ذكرت يستنبط العلماء المتخصصون بعض الأحكام من هذه الآيات، ولكن الآن هناك شبهات شيخ الكريم فيما يدعي بعض الناس أننا نأخذ القرآن بالقرآن فقط ونترك ما جاء عن الآثار من السنة من الحديث الصحيح، وقد يكون لهم في هذا شبهة أن تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من 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 أعظم التفاسير، يعني هذا يكفي، ولكن هم يكتفون بهذا ويتركونه. قد نتناول بعض الشيء من في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة والتابعين أو العلماء المتأخرين. نعم. وقد يقول الآن قائل لا لا نريد هذا، نريد أن نفسر القرآن بالقرآن وهو كلام. عن هذا هذه صحيح. هذا الاتجاه يعني هو اتجاه باطني يعني روج له أعداء الإسلام فيما سمي بالقرآنيين في الهند، وهي هو اتجاه ظهر أصلا في الهند، ويعني الاستعمار الإنجليزي يعني أعطى هذا الاتجاه زخما وأفسح له المجال، وبدأوا يتحدثون ويطعنون في السنة، وهذا الذي كان يريده المستشرقون، يعني الذين بنوا دراساتهم في الأصل على محاربة السنة. يعني هم وإن كتبوا كتابات في السنة وأخرجوا بحوثا لكنهم في النهاية كان المقصود من ذلك هو الطعن في السنة، فهؤلاء كفهم المؤونة لأنهم ظهروا من داخل المسلمين. وقالوا يعني كفاية القرآن، ويستدلون بالآيات: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ويتركون قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويتركون قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويتركون: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كل يعني بالتالي الذي يرد عليهم
القرآن نفسه يرد على هذا الاتجاه. الأمر الآخر أنه أئمة التفسير الذين فسروا القرآن من الأوائل قالوا إن القرآن لا يفسر إلا بالقرآن إلا بالوحي نفسه، الوحي لا يفسر إلا بالوحي أو ما قارب الوحي، مما يعني أو ما كان وسيلة للاستنباط من هذا الوحي من علم العربية ولسان العربي وأشعار العربي وغير ذلك. فلذلك ابن كثير رحمه الله تعالى جعل القرآن يعني القرآن بيّن أن القرآن يفسر بهذه الأمور الأربعة: القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بآثار الصحابة، والقرآن بلغة العرب. هذه الأمور الأربعة التي يكون بها التفسير. فليس المقصود طبعا أن هذه الأمور أنما أن 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 أننا يعني أن الآية إذا فسرناها بالآية نكتفي هنا ونترك السنة، لا، ليس المقصود هذا، وإنما يعني يعني أقرب ما يكون به تفسير القرآن هو القرآن نفسه فيما فصل وبين. وأحيانا نحتاج إلى السنة للربط بين هذا وذاك، عجيب، يعني بين الأمرين معا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الحبس بالنسبة للمرأة والرجل إذا زنيا في الرجل، المرأة إذا زنت أنها كانت تحبس في الأول، لا تخرج من بيتها. ثم أنزل الله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. يعني إذا قوله تعالى حتى يجعل الله لهن سبيلا، هذه الآية تفسيرها قوله تعالى الزانية والزاني، مع أن الله تعالى ما ذكر في الزانية والزاني قد جعلت لهن سبيلا الزانية كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ربط بين الاثنين، فقال عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. الآية الزانية والزاني هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنسخ الآية الأولى. نعم، حكم بنسخ الآية الأولى فربط بينهما. هنا إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بهذه المهمة، وكذلك الصحابة من بعدهم جاءوا فقاموا بهذه المهمة في الربط بين آية القرآن الكريم. فإذا هذا الربط لا يكون بمعزل عن السنة إن وجدت يعني في تفسير الآية أو تأويلها. نعم. طيب شيخ الكريم، ونحن في ختام هذه الفاصل أو في هذه الفقرة، ولكن هناك شيء مهم جدا للغاية: المحكم والمتشابه، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآن هناك متشابه وهناك محكم في القرآن، ودعوى أن هناك متشابه قد يلتبس على كثير من الناس، ونحن نريد أن نفصل في آيات الأحكام، فهل المتشابه نتركه هكذا ونؤمن به وندعه، أم هناك مجال لأن يتحدث الناس فيه ويجمعون الصحيح منه؟ طيب، هو آية آل عمران هذه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم. هذه المتشابهات نسبية يعني في الجملة، يعني هنالك ما هو متشابه لبعض أهل العلم وما يكون محكما واضحا بينا لآخرين، كما قال تعالى في عد أو في عدد أصحاب الكهف: ما يعلمه إلا قليل، يقول ابن عباس: أنا من ذلك القليل. يعني عددهم معلوم، أي هو ما القرآن ما حدد عددهم، لكن ابن عباس يقول: أنا 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 من ذلك القليل الذي يعلم ذلك العدد، كانوا 7 وثامنهم كلبهم. فإذا يعني هي مسألة نسبية، فما يكون لدى عالم مشتبها من المشتبهات أو من المشتبهات فلا يكون عند عالم آخر، فهي مسألة نسبية. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن من القرآن ما لا يعلمه إلا الله. ما هو يعني هنالك جانب في القرآن لا يعلم حقيقته إلا الله، مثل الحقائق التي حدثنا القرآن عنها عن الله عز وجل في صفاته، فمن الذي يعلم كنه الصفات؟ يعني ربنا عز وجل لما يتكلم عن الرحمن على العرش استوى، على، طيب ما هو هذا العلو؟ ما كيف هذا؟ لا يعلمه إلا الله. يعني حقائق الأشياء التي هي من الغيبيات التي لا نعلمها، مثلا يعني الله عز وجل تكلم عن الفاكهة والرمان والأعناب التي في الجنة، طيب هل هذه من الأشياء التي ندركها نعرف مذاقها أو نعرف طعمها أو نعرف؟ لا،
هذه بالنسبة ما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا يعني قد يكون بمعنى التأويل أحيانا لا يعلم تأويله إلا الله اللي هو المآل والحقائق حقائق الأشياء. فهنالك من حقائق ذكرها القرآن الكريم لا يعلم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هنالك مثلا من التفسير ما لا يعلمه إلا أهل العلم، يعني أهل العلم يعني لا كما قال ابن عباس. وهذا يعني مثلا في بعض الكلمات التي وفاكهة وأب، ما هو الأب مثلا؟ يعني اختلف العلماء في ذلك، لكن أهل العلم يعلمون ذلك من خلال السياق في الآيات. أو مثلا هنالك من التفسير ما تعلمه العرب من لغتها من كلامها، يعني الذي يفهم اللغة العربية ويعرف العربية بالسليقة يدرك معنى هذه الآية، أو يأخذهم في تخوف كما قال الله سبحانه وتعالى الآية من سورة النحل، أو يأخذهم في تخوف، قال ابن عباس أو تنقص، عجيب. يعني كلمة أو تخوف هذه عند العرب معنى التنقص. فإذا بعض الكلمات إذا ذكرت في القرآن يفهمها من يدرك العربية. ومن القرآن من يعلمه كل أحد، قل هو الله أحد، يعلمه كل أحد، فلا تشركوا بالله شيئا، يعني النهي عن الشرك في القرآن يعلمه كل أحد في الجملة يعني. فإذا طيب هل ما هو قدر هذه المشتبهة التي ذكرها الله تعالى بقوله منه آيات محكمات هن وأخر متشابهات؟ هذه المتشابهات كم هي بالنسبة للمحكم؟ أي القرآن قليل بسيط. إذن أصل القرآن محكم، الأصل في القرآن أنه محكم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى هن أم الكتاب، وقال عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا الأصل في القرآن أنه أحكم وفصل، وبالتالي إذا هذه المتشابهات نسبية، لكن الشيطان يأتي ببعض الناس ويدفعهم إلى المتشابهات ويتركون المحكم، يتركون المحكم إلى المتشابه، وهؤلاء أهل البدع والأهواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ذكرهم الله فاحذروهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فبالتالي الناس الإنسان ينبغي أن يرد المتشابه إلى المحكم، وما حصل عنده تشابه يرده إلى أهل العلم الذين يعلمونه، والله أعلم. أكرمك الله شيخ الكريم. آخر نقطة في هذا الأمر شيخ الكريم، قد يقول قائل أن هذا القرآن الآن كله باجتهادات وتأويل وتفسير المفسرين والصحابة وغيرهم وهو ظني، بدليل قول الله سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله، التأويل الحقيقي عند الله سبحانه يوم تأويله. لا هو لا، هل التأويل معنى التفسير؟ ما هو هذا ليس على إطلاقه. نعم، فهو لك كما قلنا من القرآن ما هو معلوم معناه، يعني ممكن واحد مثلا يأتي يقول هو الله أحد يفسر بالشرك مثلا، يقول الأحد هو ليس الواحد المقصود وإنما الأحد هو المجموعة أو أكثر من واحد، ممكن هذا لا يعقل. فهنالك من التفسير ما هو باق ما هو صحيح، يعني لو كشف الحجاب وصار الناس إلى الله تبارك وتعالى ليعلموا حقائق ما في هذا القرآن فإن معناه لن يختلف، مثل قل هو الله أحد ونحو ذلك، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذه نعم هنالك مسائل تتعلق مثلا بقصص الأولين وتفسيرها، كم كان يعني ما يتصل بأسماء إخوة يوسف مثلا على سبيل المثال، في أي مكان زمن وجدوا، سفينة نوح عليه السلام، ما هي الحيوانات التي ركبت هذه السفينة، وما الذي انقرض منها قبل ذلك، هذا لا يعلم إلا الله. يعني هذه مسائل، يعني ما يتعلق بتفاصيل التواريخ أو التاريخ أو الأحداث التي وقعت والجرائم التي ارتكبت والظلم الذين ذهبوا ومقدار ما ظلموا فيه وجرائمهم، هذه أمور لا يعلمها، هي التي تتكشف عند الله عز وجل. لكن أما من جهة القرآن ومعناه فإن الأصل في معاني القرآن الكريم أنها واضحة بينة كما هي. نعم، واضحة بينة. أكرمك الله شيخ الكريم، جزاك الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويكتب هذا في ميزان حسناتكم شيخ الكريم.